المحاضرة هذه تبين لي شلون شنو البيئة اللي موجودة بالارك ماب، هاي البيئة مال الارك ماب. طبعا الارك ماب يختلف عن الارك كتالوج. الارك كتالوج قلنا ذاك فقط يرتب لي الملفات وينطي التفصيلات مالتها والديسكريبشن، اما بالنسبة للارك ماب اللي هي بيئة العمل، التفصيلات اللي نسويها، إضافة البيانات، مطابقة الليارات، حساب مثلا التحليلات المكانية، كثير من التطبيقات، الإظهار، الإخراج، كلها هاي نشتغلها بالآرك ماب. فإذا هو حيكون الجزء الأهم هذا اللي هو Table of Content. هنا أنا حتبين لي الليارات، طبعا Table of Content يحتوي على هنا اللي هو ما يسمى بالدروينج اوردر، وهذا يسمى السورس ليست، وهذا اللي هو الفيزيبيليتي اللي هي اللي تظهر لي من اللايرات اي واحد تريد يظهر لك، وهذا بالنسبه ليست باي سيلكشن من اريد اسوي ليست عفوا سيلكشن على البيانات، فحيبين لي انه اي وحده احنا سويناها سيلكشن لا. وهذه بالنسبه إضافية اللي هي تبين لي أو ممكن تغير لي التصرف، إنه من أغير بين ظهور الليارات بالتيبل أوف كونتنت. طبعا أكثر شيء إحنا نشتغل في بتبويب اللي هو دروينج أوردر، ولكن في بعض الأحيان نضطر نروح إلى السورس ونرجع، أو إذا كان عملنا متقدم فممكن حتى نجي إلى السلكشن ليست. الآن تلاحظون أنه اللاير ما عندي أي شيء بيه فارغ، وهذه يسموها working area اللي هي منطقة العمل حتصير في هذا المكان، وهذه بالنسبة للتابل اوف كونتنت. التبويبات اللي بالأعلى اللي موجودة عندنا، أول تبويب اللي هو الفايل بي نيو، اوبن، سيف، سيف از، سيف كوبي، شير از، اد داتا، و بيج اند برنت سيت اب، برنت بريفيو، برنت اكسبورت ماب، اناليسيز ماب، ماب دوكيومنت بروبرتيز، والالت اف 4 او الاكزيت اللي هو للخروج. هذه اللي بالبدايه نيو او اوبن، طبعا هذني والسيف والسيف از والسيف از كوبي، هذني كلهن تشتغل ويا المنظومه كامله. يعني أنا من أخرج الملف مالتنا حيكون جيو داتابيس واللي هو يحتوي الليارات، يحتوي الصور، يحتوي تحليل البيانات، الخطوات اللي أجريناها كلها تنخزن بملف كبير يسمى جيو داتابيس. وطبعا بالأحرى أنا ما أقدر أسميه ملف، هو مو ملف، هو عبارة عن منظومة، لذلك أنا دائما أسميه سيستم. يعني من أجي أسوي حساباتي على منطقة معينة وعلى على متغير معين، كلها هاي حتنخزن في مكان واحد. هذا المكان يسمى جيو داتابيس اللي هو المكان اللي تنخزن به كل هذه الخطوات والليارات اللي احنا حنسويها، الطبقات والصور الفضائية، الشيب فايل، تحليل البيانات، كلها حتنخزن في هذا المكان. هذا بالنسبة بالفايل من نتعامل وياه، خصوصا من الشير، من اللي نيو إلى الشير. أما هذه هنا هسه نجي نتعلم عليها بعدين بالإخراج مراحل متقدمة. والآد داتا هو أهم شيء، ليش؟ لأن الآد داتا هو اللي يخليني أتعامل ويا الملفات اللي أنزلها حتى تدخل في ضمن المنظومة. التبويب الثاني اللي هو الإديت، طبعا الاديت ايضا من نجي عليه، مثلا هنا عندي اندو ريموف لاير، هذا يتعامل ويا الافعال اللي الرئيسيه مع الجيو داتابيس، مو مع الافعال اللي بداخل الشيب فايل. يعني على سبيل المثال الشيب فايل حركته من اليمين لليسار، من نسوي لاندو ما يرجع، لا، بس مثلا اني سويت هاي الخطوات بالداخل، من اجي احذف الشيب فايل كله اسوي له اندو يرجع لي اياه، عرفت شلون؟ فاذا هذه التبويبات اللي موجوده عندي فوق هي
خاصه بالجيو داتابيز كامل. هنا من نسوي كنترول في، من نختار ونسوي بيست، سبيشال بيست، كوبي ماب تو كليب بورد، هاي كلها كات موجود، كوبي بعد السلكشن ديليت الى اخره، هاي تعتمد على تطبيق كامل. النوع التبويب الثالث اللي هو الفيو، الداتا فيو، اللاي اوت فيو، الجرافيك. هسه من نجي على الداتا فيو، هذا اللي تلاحظوه هنا او لاي اوت فيو، شوف هذا اللاي اوت مال الاخراج. طبعا هنا انا عندي مختصر هذا الداتا فيو وهذا اللاي اوت فيو موجود بالاسفل، ممكن انه ماكو داعي اروح الى هذا المكان. الجرافيكس من نقدر نسوي واحد جديد، كرييت جرافيكس، كرييت سكاتر بلوت اللي هو مثل اللي موجود عندنا بالاكسل بالوورد، شو عفوا بالاكسل. من نجي نريد نرسم البيانات مالتنا ايضا ممكن نطبقها هنا. الريبورت من التطبيقات اللي جدا مهمه بالجي اي اس، لان اني اقدر اخرج ريبورت من العمل مالتي، يعني اسوي اخراج كريبورت، وهذا فشي جدا يعتبر من التطبيقات الرائعه اللي موجود بي. هذه طبعا هنا ظهر لي السكرول بار والستاتوس بار اللي هنا ذني موجودات، داتا فريم بروبرتيز اللي هذه حنجي عليها بعدين من نشتغل، اللي هي موجوده بالبروبرتيز مالت هذا طبعا ريفريشنج، بوز دروينج، وبوز ليبلنج اللي هي ايقاف الرسم وايقاف الترميز. هذا طبعا بالنسبه نقصد لللاي اوت، وبالنسبه لي داتا فيو. نكمل هذه بعدين. الان نجي الخطوه اللي بعدها، شلون نقدر نضيف لهذه البيئه، شلون نقدر نضيف بيانات. هذا موجوده هنا اللي هي اد داتا، او نقدر نجي من الفايل نروح نقول له اد داتا، فهذه زائد من تستخدموها تسوي اد داتا، تروح تختار البيانات اللي انت تريد تحددها في مكان معين، خلي كأن تكون موجودة عندنا مثلا هنا، لانسات، نعم اوكي، ظهر لي هاي المنطقة. طبعا هنا انا بس نقول له نو كليبينج، هذه اللي انت اشتغل بيها، فهاي الصورة اللي موجودة عندكم. انتبهوا هنا شكل العراق شلون تغيرت الصورة، ليش؟ لان هنا لو نجي عليها نروح على البيئه مالتها نقول لها الكوردينيت سيستم، تبعوا عليها وين ال هاي الكوردينيت سيستم اللي هنا موجوده، هسه هو مخليه على البروجكشن، نستخدم الجيوغرافيك كوردينيت سيستم، نروح على الوورد، راح 1984 نقول له اوكي، تشوفون شكل الخارطة تغير. اذا نظام الاحداثيات اللي شرحت لكم اياه بالقاعة بالمحاضرات السابقة، شلون ممكن انه يتغير، تشوفون هسه من نسوي ريدو اندو ما يرجعني على ما كان عليه، ليش؟ لان هذا الاندو هو للخطوات اللي خاصة بالجيو داتابيس وليس ب التفاصيل اللي اني طبقتها على هذا اللاير. طبعا هذا اللاير هو عباره عن راستر، واذا اريد اضيف مثلا شيب فايل ادوسه مره ثانيه واروح اشوف الشيب فايل هو مالتي وين موجود، هذا مثلا واقول له اد، شوف انه ظهرت لي منطقه الشيب فايل على العراق مطابقه 100%، واقدر استقطع المنطقه حسب شيب فايل، بس اروح على الداتا فريم واقول له كليب تو شيب سبيسيفاي اوتلاين للمحافظات، اقول له نعم، شوف استقطع لي المنطقة كلها حسب شيب فايل اللي انا راسمه، فصار عندي هاي صورة العراق الفضائية كاملة، في حين اني قبل الاستقطاع كانت هذه المنطقة اللي بالاسفل هم موجودة، المنطقة السوداء اللي بالحولها موجودة، كلها استقطعها ورماليها خارجا. هذه بالنسبة لي الشيب فايل، وهذا اللاير هو
الراستر. هنا ممكن طبعا اني الشيب فايل به هواي تفاصيل. على سبيل المثال اقدر اسوي اروح على الليبل، وطبعا هنا من نتكلم عن الليبل انه شنو الرموز اللي اقدر اظهرها. مثلا من قلت له النيم اقول له نعم، حيعطيني اسم كل محافظة من المحافظات بهذا الشكل. شكرا، إن شاء الله نكمل بالمحاضرات القادمة.